الرعاف والتبرع بالدم هل يؤثر على صحة الصوم؟ خروج الدم من الإنسان لا يؤثر على صحة الصوم إلا في حال واحدة، أن يكون هذا الدم دم الحيض الخارج من المرأة، فإنه يفسد الصوم بالاتفاق. ما عداه من الدم سواء خرج بالتحليل أو خرج بالإكراه أو خرج بسبب جرح لا يؤثر على صحة الصوم. اختلف العلماء في الحجامة، وهي شفط الدم من البدن لمعالجة، وهو إخراج الدم الفاسد، هل تفطر أو لا تفطر؟ فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الحجامة تفطر، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تكره الحجامة لكنها لا تفطر، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أن الحجامة لا تفطر ولكنها مكروهة للصائم. وبالتالي أيضا التحليل والتبرع بالدم إذا كان يمكن أن يؤخر إلى الليل فهو أحسن. لماذا؟ لأن ذلك يضعف الصائم. أما من حيث صحة الصوم فالصوم صحيح، لا دليل على الفطر بالتبرع ولا بالنزيف ولا بالرعاف ولا بالحجامة، ليس هناك دليل صحيح على الفطر بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.